سألت مش كاتب السجن حبيبي
كتب عالجبين تشوف العين وترى أغرب قضية رأيتها ما رأيك يا قاضي تجاه في امرأة تزوجتها هي أمي وأنا ولدتها حكاية في الزمن الماضي المتهم ابن القاضي قال له حدافع عن نفسي واللي بتحكم بجرادي قالت ولدت وحيد عيلة المال معاهم بالكيلة عشر أطباء يعالجوني لو قلت اه بس في ليلة الكل كان بيدلعني اصرف محدش يمنعني كتر الفلوس من غير حارس على الفساد بيشجعني الاب مشغول مش داري واللي انكتب في الغيب جاري الابن داير على كيفه والام تسكت وتداري طلعت في المدرسة خايف ماليش من التعليم نايف باكل في قتة محلولة واصرف من المال السايف وصاحبت أصبح تشفجني جاهل محدش وجهني لا أمي كانت بتحاسي ولا أبي فاضي نفجني وصاحبت اصحاب تشبهني جاهل محدش وجهني لا امي كانت بتحاسي ولا ابي فاضي نبهني والساعة سودة في ليلة حمرة والشلة والليل والخمرة لعب الشيطان بينا يا قاضي عالخطف دبرنا وامرة واللي الشيطان قال مخطفى طبية ما ننساش او صفى مصرية ضحت بحياتها دفعت وماتت بشرفها الجهل والقرش عموني وفي شر اعمالي رموني وعشان وحيد امي وابويا بسبب دلعهم ظلموني واديني واقف قدامك ابنك يا قاضي خدامك بالعدل منك والواجب مستني تصدر احكامك واديني واقف قدامك ابنك يا قاضي وخدامك بالعدل منك والواجب مستني تصدر احكامك القاضي كان راجل عادل اتنحى من غير ما يجادل وقال يا ابني من الواجب ان الاماكن تتبادل الحق عندي انا بايدي كانت على ابني وحيدي لو كنت احسن تربيته كان يجرأ ايه بس يا سيدي ما سألوه اللي تربه رب الولد وحسن أدبه أما الأجل ده في ربك هو اللي كتبه يعلمه ما سألوه اللي تربه رب الولد وحسن أدبه أما الأجل ده في ربك هو اللي كتبه يعلمه